بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. النهاردة نقل لحضراتكم على الهواء مباشرة مباراة كرة السلة في دور قبل النهائي، مباراة تانية في سلسلة مباريات قبل النهائي ما بين الأهلي والزمالك. المباراة ستقام في تمام الساعة 9 على صالة برج العرب. هنقل على حضراتكم على الهواء مباشرة. النادي الأهلي كان فاز في المباراة الأولى والنتيجة 1-0 في المباريات، لابد أن يفوز الفريق المتأهل إلى الدور النهائي بثلاث مباريات من أصل 5 مباريات. أتمناهم إن شاء الله أول 3 مباريات القادمين، يعني مباراة النهاردة والمباراة القادمة بإذن الله. طبعا إحنا عندنا كلام كتير عايزين نقوله كواليس عن هذه المباراة، ولكن في البداية برحب بضيوف اللي منورين في شاشة قناة النادي الأهلي. الكابتن طاهر رجب نجم نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وعضو لجنة انتقاء المواهب الحالي بالنادي الأهلي وأيضا رئيس قطاع الناشئين والناشئات السابق بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن طاهر. اهلا بيك ورمضان كريم عليكم كده وعلى القناه الجميله قناه النادي الاهلي اللي بتؤثرنا تملي بالتغطيه الجميله باستمرار لالعاب الصالات. منورنا يا كابتن طاهر. طبعا انت مش طبعا محتاج ده بيتك يا كابتن، بيتك ومكانك. وبرحب طبعا بكابتن محمد السلعاوي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر وبمناسبه هداف دوره لوس انجلوس الاولمبيه، يعني احد رموز هذه اللعبه وايضا عضو لجنه انتقاء المواهب الحالي في النادي الاهلي، وطبعا كان مدرب عام النادي الاهلي السابق، تاريخ كبير لكابتن محمد السلعاوي. برحب بيك يا كابتن محمد. اهلا وسهلا كابتن هيثم، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع ان شاء الله باذن الله. قبل ما نتكلم على المباراه لازم نبارك لفريق كره اليد، الف مليون مبروك الفوز بدوري المحترفين لكره اليد، فوز كبير امبارح نادي الزمالك بفرق 3 اهداف. الحقيقه قدوا مباراه كبيره، كان اداء رجولي وكلنا امبارح تابعنا المباراه حتى وقت متاخر، وكان عندي الحقيقه احنا كنا في برنامج الابطال واستوديو الابطال دايما كان عندنا ثقه، دايما بنقول ان لكل مجتهد النصيب. الاجتهاد بدا من مجلس اداره النادي الاهلي وقطاع والنشاط الرياضي بكابتن خالد العوضي في دعم هذا الفريق، يعني ما فيش اي حاجه طلبوها ما اتحققتش. تم التعاقد مع مستر ديفيد ديفيز، تم التعاقد مع مدرب حراس مرمى، تم كل شيء الفرقه كانت محتاجاه تم تلبيتها من مجلس الاداره طبعا بقياده الكابتن محمود الخطيب ونائب رئيس المجلس عمرو فاروق، معالي الوزير عمرو فاروق. الحقيقه دعم والمجلس بالكامل دعم متناهي. مر هذا الفريق بلحظات اخفاق كثيره، يعني مش عايز اقول لكم ان يمكن لحظات الاخفاق كانت اكثر بكثير من لحظات يعني النجاح، ولكن هذا الفريق لم يفقد الامل. امبارح شفنا اداء رجولي، اداء بطولي فات على اثره النادي الاهلي ببطوله الدوري ان شاء الله دوري المحترفين في انتظار المزيد. وطبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وجه تهنئه لهذا الفريق بعد الفوز مباشره. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي التهنئه للاعبي الفريق الاول لكره اليد بالنادي وجهازهم الفني والاداري والطبي بعد الفوز ببطوله دوري المحترفين، واشاد رئيس النادي بالاداء المتميز للاعبين وروحهم العالية في المباراة النهائية التي انتهت قبل قليل، الكلام ده كان طبعا امبارح، وإصرارهم على انتزاع اللقب عن جدارة. وأكد على تقديره للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني للفوز ببطولة الدوري، وهو الأمر الذي يحملهم، نحط تحت حملهم دي 100 خط، الأمر الذي يحملهم مسؤولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم في الفترة القادمة، لا سيما وأن جماهير الأهلي الوفية لا تتوقف عن الحصول على بطولة، وعاد ما يتطلب ذلك المزيد والاستمرار في تحقيق الانتصارات والبطولات. وقال انه وسط هذه الفرحه لا يجب ان ينسى الجهاز الفني واللاعبون ان هناك تحديات عديده تنتظرهم في المستقبل القريب، تحتاج الى استعداد قوي وجهد مضاعف لاحتلال المكانه التي تليق بالاهلي وتاريخه. طبعا كلام كابتن محمود الخطيب واضح جدا، خلاص صفحه الدوري اتقفلت، لسه في قادم كاس مصر الاسبوع القادم ان شاء الله، مهم جدا حصد الكاس، بعديه ان شاء الله عندنا ساس السوبر الافريقي وكاس الكؤوس الافريقيه. الفريق ما عندوش وقت يعني يضيع بطولات. كلام كابتن محمود الخطيب او تهنئه كابتن محمود الخطيب، بتحمل الفريق المسؤوليه وهو اكيد متحمل المسؤوليه طبعا تجاه جماهير وحبهم لجماهير النادي الاهلي الوفيه. وامبارح برضو احتفلنا كلنا بفوز فريق 20 سنه لكره السله بقياده الكابتن طبعا ماجد سلامه بالفوز ببطوله الجمهوريه. الحقيقه في انجاز جيد وانجاز كبير، و كان في تنسيق عالي مع مستر اجوستي بوش اللي الحقيقه تخلى عن بعض اللاعبين مقابل ان هم يكونوا مع الفريق الشباب زي مؤمن طارق خيري زي عبد الله ناصر. وجودهم مع الفريق اثر بشكل كبير جدا، يمكن السنه اللي فاتت يمكن غابوا عن الفريق، ولكن وجودهم السنه دي كان داعم كبير جدا لحصد بطوله الجمهوريه. الف مبروك لهذا الفريق والف مبروك للنادي الاهلي. النهارده قبل المباراه من ضمن الكواليس حددت اداره النادي الاهلي امس الساعه 2 ظهرا النهارده تحرك الاتوبيسات من امام مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد لحمل جماهير النادي الاهلي
إلى صالة برج العرب لمؤازرة الفريق الأول لكرة السلة. وبالفعل النهاردة تجمعت الجماهير الساعة 2 وتحركت عبر الأتوبيسات التي وفرها النادي الأهلي عبر مجلس إدارته بقيادة الكابتن محمود الخطيب إلى برج العرب، ووصلت الأتوبيسات بسلامة الله، والجماهير الآن داخل الصالة في انتظار انطلاق المباراة ومؤازرة الفريق كالعادة. هذه الجماهير الوفية الحقيقة اللي اتحركت أيضا يوم المباراة اللي فاتت اللي هي أول أمس، وفاز فيها النادي الأهلي 71-62 في مباراة ماراثونية كبيرة بتنم عن روح عالية من النادي الأهلي. النهاردة كمان عندنا حدث كبير هيكون الساعة 11 وإن شاء الله هنغطيه لحضراتكم، ليس طبعا دي كواليس وهنزاح لحضراتكم من داخل الأوتيل ومن داخل مقر النادي الأهلي أو بعثة النادي الأهلي في برج العرب، هنزيل لحضراتكم كل هذه الكواليس. وأكيد بنشكر كل طاقم أو فريق طاقم النادي الأهلي اللي متواجد برج العرب منذ الصباح عشان ينقل لحضراتكم كواليس المباراة. النهاردة في حدث مهم الساعة 11، وهو أن فريق تحت 17 سنة لكرة القدم واللي بياخد بطولة زد الدولية في نسختها الأولى في ملاعب زد بالتجمع أو في القاهرة الجديدة، النهاردة هيلعب مباراة نهائية إن شاء الله مع فينورد الهولندي والنادي الأهلي في المباراة النهائية التي تقام الساعة 11. النادي الأهلي تأهل بعد أن فاز على بنتياناكوس اليوناني بنتيجة 2-1، وطبعا فينورد فاز في قبل النهائي أو تأهل للنهائي على حساب زد بعد أن فاز بضربات الجزاء الترجيحية، الكلام ده كان امبارح، بضربات الجزاء الترجيحية بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. والمباراة تكون الساعة 11 وإن شاء الله يكون لينا مراسلين هناك بإذن الله، مريم سميح وفاروق صلاح ونورهان طمان هيكونوا موجودين هناك، وهننقل لحضراتكم الكواليس واللقاءات لهذه المباراة على أن تذاع المباراة والكواليس لاحقا بإذن الرحمن، وكل التوفيق لفريق الكرات مواليد 2007. طيب يعني ممكن نشوف الكواليس يا جماعة، الكواليس جاهزة نقدر نتفرج عليها؟ طيب نروح لها تشوف الكواليس بالتفصيل. طيب خلينا نروح النهاردة، طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي الكواليس وده اللقاء قبل لقاء النهارده، يعني تومسون النهارده هو على وجبه الغداء او الفطار طبعا لان هم اللعيبه صايمه. كواليس دي من ساعتين تقريبا زي ما حضراتكم شايفين، الاهتمام مقر البعثه، عبد الله ناصر، عندك ايهاب امين، عمر طارق، مروان سرحان، عمرو الجندي، احمد اسماعيل طبعا عرفته، عندك عمر عزب، ابو النصر، الفرقه كلها النهارده كانت على الفطار وبتستعد للفطار، مستر اجوستي كمان بيتناول معاهم وجبه الفطار في نفس التوقيت، والاهتمام من الاوتيل او من المقر الاعاشه للفريق طبعا عمرو زهران، دي يمكن قبل المباراه على طول الجهاز الاداري خلاص بعد الفطار طلعوا ولبسوا واستعدوا ونزلوا للانتظار للانطلاق لارض الملعب، وده تحركهم لارض الملعب، ده الكلام ده منذ لحظات يا جماعه عشان يعني تبقوا عارفين حضراتكم الفرقه دلوقتي في ارض الملعب، فاحنا كنا معاهم لحظه بلحظه في هناك يعني زي ما حضراتكم شايفين، والاستعدادات والتركيز، اللعيب اللي بيحب يشرب شاي، اللعيب اللي بيسمع موسيقى مثلا قبل الماتش، كل واحد واستعداداته. مباراه مهمه جدا النهارده بتحطك بشكل كبير، بتقطع خطوتين كبار من ثلاثه للتاهل للمباراه النهائيه. ده طبعا ده داخل الاتوبيس الفرقه وهي رايحه على المباراه. طبعا مؤمن خيري انضم للفريق بعد ان انهى امبارح مباراه 20 سنه زي ما حضراتكم شايفين، الاستعدادات واللعيبه مركزه، وان شاء الله يعني الفوز النهارده. طبعا كريم حاتم بوينت جارد الصاعد الواعد، احمد اسماعيل، الكل سيف سمير، الكل جاهز ان شاء الله. يمكن المباراه اللي فاتت وده تحرك الاتوبيس وكان كاميرا قناه النادي الاهلي مع الفرقه في كل مكان في التحرك من اوتيل او مقر الاقامه في برج العرب الى الصاله المغطاه. الحقيقه طبعا احنا مش هيفوتنا يعني ان احنا نشكر كمان اتحاد كره السله بقياده الدكتور مجدي ابو فريخه الحقيقه اللي اتاحت لنا الفرصه ان احنا نذيع هذه المباراه. طبعا دي حاجه او خطوه جيده جدا بتساعد على نشر اللعبه. يمكن في بعض الاتحادات من غير ما اسميهم اكيد حضراتكم عارفينهم بيمنعوا الكاميرات من الدخول وبيمنعوا الماتشات من الاذاعه، فطبعا دي حاجه بتخلي الجمهور بتحرم الجمهور من متعته. مهيب طبعا ايهاب امين، يعني احنا بنشكر اتحاد كره السله ونتمنى كل الاتحادات تحدوا، وعلى فكره اتحاد كره الطايره نفس الكلام، اتحاد كره الطايره الحقيقه بيشجع جدا اذاعه المباريات ونقلها والكواليس والحاجات دي كلها، اكيد ده بيدي يعني تقل ونشر اللعبه وبيدي قيمه تسويقيه كبيره للدوري، غير لما انت تقول لا انا مش ذاع المباريات، ويعني يمكن اتحاد كره اليد بالاخص هو اللي بيحرم الحقيقه الجماهير، يعني بيحرمها بشكل كبير قوي من اذاعه المباريات، ودي حاجه الحقيقه نفسنا ان شاء الله اتحاد كره اليد يراجع نفسه. ارجع لضيوفي يمكن كابتن طاهر، المباراه النهارده مباراه مهمه بكل المقاييس، المباراه اللي فاتت كانت مباراه عصيبه شويه والحمد لله فزنا، شايف مباراه النهارده ازاي يا كابتن طاهر؟
أنا شايف إن المباراة يعني إن شاء الله بإذن الله يحسمها النادي الأهلي، وزي ما قلت حضرتك إن ده هتبقى خطوة تانية أو خطوتين من خمسة، لأن طبعا إحنا في الحسبان إن ممكن يحصل في الأمور أمور، إنما إن شاء الله بإذن الله اعتقد ان هي هتحسم النهارده باذن الله للنادي الاهلي، وهتبقى خطوه كويسه بحيث ان انت كمان ان شاء الله المباراه الجايه اللي هي الثالثه لا تقام طبعا على نفس الملعب، فهيبقى تبقى مباراه تاهل بحيث ان تاخد وقت من الراحه قبل مباراه الكاس، صح يا كابتن ولا بالظبط؟ يعني تبقى مهمه جدا. يعني دي تنفعنا احنا عشان في خلال السيمي فاينل بتاع الكاس والفاينل يبقى عندك وقت وقت يعني وقت مريح بالنسبه للفرقه ان هو يعود طاقته ولياقته الحاجات اللي المفروض ان الجهاز الفني يكون قايم بيها. بس يعني انا متهيألي يعني وعندي كل امل وثقه في ان هي هتبقى ان شاء الله 3-0 ان شاء الله. يا كابتن طاهر، كابتن سلاوي، اكيد عندك الكثير لتقوله عن هذه المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدا بس في حاجتين عايز نقولها، ناكد على الف مبروك لكره اليد طبعا امبارح، دي كده اكتملت فرحه العاب الصالات. يعني هي اللي كانت ناقصه حتى تكتمل. صحيح. العاب الصالات طبعا كانت منتظره فرع اليد بالذات يحقق نتيجه ايجابيه يعني، وكانوا على قد المسؤوليه. نعم. تاني حاجة طبعا بنأيد الكلام بتاعك بتاع شكر اتحاد السلة على طبعا إذاعة المباراة، لأن دي حاجة من العوامل بتساعد على نشر اللعبة وحب قيمة تسويقية للدوري. أكيد لما قناة واثنين وثلاثة تذيع المباريات أكيد دي قيمة تسويقية بتعلي من قيمة تسويقية للدوري. بالنسبة للمباراة بقى أعتقد المباراة هي هتكون صعبة 100% لأنها ديربي زمالك أهلي، عصبيا نفسيا كل حاجة، وخاصة المباراة الماضية الزمالك عمل مباراة جيدة على غير المتوقع. بس غير متوقع ولا لا؟ ما هو بص يعني كلام حضرتك ماشي. بس على غير المتوقع منا ولا غير المتوقع من المتابعين؟ ما انا برضو عايز اقول يعني ايه يعني غير متوقع منا كاستوديو؟ لا يعني لا احنا 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 توقعنا بالظبط، لكن توقعنا. اقول لحضرتك اي شخص كان يتوقع ما كانش يتوقع السيناريو ده، كان متوقع النادي الاهلي هياخد فرق كبير، هياخد فرق خاصه المباريات اللي قبل كده، خاصه كل المباريات اللي قبل كده في فرق سكور كبير في البطولات اللي قبل كده. فطبعا احنا توقعنا صح في الاستوديو، لكن انا بكلمك على كراي عام للناس، كراي عام متابعين. اعتقد مستر أغوستي هيذاكر الاخطاء دي وهيبدا يفرض سيطرته على الجيم من اوله. نعم. لغايه ان شاء الله ان شاء الله تنتهي بمكسب كويس نفرح بيه اخر. كابتن سلعاوي، كابتن طاهر، استاذن حضراتكم، خلينا نروح لصاله برج العرب نطير لهناك وزميلتنا العزيزه سلا حامد، وعشان تنقل لينا اجواء ما قبل المباراه. اتفضل يا سلا. مساء الخير يا كابتن هيثم، طبعا برحب بحضرتك واكيد برحب بكل ضيوفك الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو، نجوم النادي الاهلي كابتن محمد السلعاوي وكابتن طاهر الرجب، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، حاليا انا متواجده داخل صاله استاد الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه عشان انقل لحضراتكم يعني كل الاجواء والاستعدادات ما قبل مباراه اليوم الاهلي والزمالك طبعا، وتاني مباراه في سلسله ذا بيست اوف 5 في السيمي فاينل او النصف النهائي من بطوله دوري السوبر لكره السله رجال. يمكن زي ما حضرتك شايف طبعا ورايا كابتن هيثم يعني الاجواء داخل الصاله، يعني بالفعل بدا الفرقتين سواء فريق النادي الاهلي او فريق نادي الزمالك يعني قاموا جميع اللاعبين بعمليات الاحماء. ولكن خليني اتكلم مع حضرتك شويه يعني قبل ما نوصل هنا لاستاد الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه، يمكن احنا كنا متواجدين كيعني طبعا فريق العمل لقناه النادي الاهلي، كنا متواجدين كلنا يا كابتن هيثم قبل موعد الافطار في فندق الاقامه لمعسكر فريقنا فريق النادي الاهلي لكره السله رجال. يمكن كلنا كنا متواجدين يعني قبل موعد الافطار وشفنا يعني طبعا اللعيبه كانت في حاله تركيز شديده وهم متواجدين في الفندق، يمكن كان ليا كمان حديث مع بعض اللاعبين، الكل يعني يا كابتن هيثم مركز جدا في مباراه اليوم، يمكن هدف اللعيبه اكتر ان هم يكسبوا مباراه النهارده ومباراه يوم الاثنين عشان يعني عدم اللجوء للمباراه الرابعه او المباراه الخامسه طبعا في سلسله ذا بيست اوف 5 والنصف النهائي من البطوله. الكل هدفه ان هو يعني طبعا يحسم التاهل بدري سواء يعني طبعا من المباراه الثانيه والمباراه الثالثه يوم الاثنين ان شاء الله، واللي هتقام على نفس الصاله صاله الجيش ببرج العرب
في مدينه الاسكندريه، ولكن هتكون في تمام الساعه 11 مساء. كمان خليني اقول لحضرتك انه كان في محاضره فيديو ما بين لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني طبعا تحت قياده مستر جاستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. كان في محاضره فيديو الساعه 3 العصر، واتكلم فيها يعني مستر جاستي مع جميع اللاعبين على كل نقط الضعف والقوه واهم يعني المعلومات واهم الامور اللي لازم يركزوا عليها خلال المباراه النهارده مع نادي الزمالك. وبعد كده على طبعا الساعه 6 وربع او يعني هنا بتوقيت يعني والوقت موعد اذان المغرب في الاسكندريه كان 6 وثلث، الفريق يعني كان واجد في الفندق وفي المطعم ويعني كانوا بيتناولوا وجبة الإفطار. وبعد كده الساعة 7:30 الفريق اتجه بالكامل والجهاز الفني وفي يعني الأتوبيس الخاص ببعثة فريق النادي الأهلي، الكل اتجه مباشرة الساعة 7:30 لصالة الجيش ببرج العرب. وصلنا هنا يا كابتن هيثم يعني الساعة 8:15، وبعد كده أول حاجة يعني طبعا الفريق يعني أدوا الأول صلاة المغرب، وبعد كده يعني بدأوا عمليات الإحماء على طول على أرضية صالة الجيش ببرج العرب. كمان خليني زي ما حضرتك شايف يعني طبعا يا كابتن هيثم الاجواء ورايا والفريق بيقوم بعمليات الاحماء، وزي ما حضرتك شايف يعني معظم اللعيبه اللي هتشارك النهارده او ال 12 لعيب اللي هيكونوا في السكور شيت بالنسبه لفريق النادي الاهلي، البدايه مع عمر عزب، كريم حاتم المحترف طبعا، وتاني مباراه لي مايكل تومسون، احمد مهيب، ايهاب امين، محمد ابو النصر، عمرو زهران، عمرو الجندي، مروان سرحان، عمر طارق، واحمد اسماعيل، والكابتن وطبعا كابتن الفريق سيف سمير. دول ال 12 لاعب يا كابتن هيثم اللي هيشاركوا في مباراه اليوم، وهيغيب عن المباراه النهارده كريم حاتم او عفوا يعني بيدو ومؤمن طارق خيري وايضا محمد طارق خيري، يعني الكل هيغيب يعني الثلاثه دول ثلاث لعيبه دول هيغيبوا عن مباراه اليوم بسبب تواجدهم اكيد مع فريق ال 20 سنه. واكيد ببارك لهم يا كابتن هيثم ان هم توجوا ببطوله الجمهوريه لل 20 سنه امبارح، فالنهارده هم هيكونوا متواجدين بشكل طبيعي مع الفريق وهيساندوا الفريق في مباراه اليوم، ولكن مش هيشاركوا بدايه من مباراه النهارده، من المباراه اللي جايه ان شاء الله هيشارك يعني سواء بيدو او مؤمن طارق خيري او طبعا كريم حاتم. يمكن كريم حاتم متواجد النهارده في المباراه بشكل طبيعي. كمان خليني اقول لحضرتك انه فريق نادي الزمالك طبعا تحت قياده الكابتن احمد مرعي كل الفريق وجميع اللاعبين يا كابتن هيثم متواجدين بشكل طبيعي طبعا ما عدا المحترف مايو واللي يعني هيغيب عن مباراه اليوم والمباراه القادمه ان شاء الله بسبب يعني الطرد اللي تعرض له، الطرد المباشر في المباراه الماضيه بسبب طبعا يعني ما بدر منه في اللقاء، فهيغيب عن المباراه النهارده والمباراه القادمه ان شاء الله. وكمان ادهم عصام يعني بسبب المزق في العضله الامامية هيغيب عن مباراة اليوم، ده بالنسبة لصفوف فريق نادي الزمالك. كمان خليني أقول لحضرتك يعني الأجواء هنا من داخل الصالة يا كابتن هيثم يعني في العديد من جماهير النادي الأهلي بالفعل يعني بدأوا يكونوا متواجدين في المدرجات مع اقتراب كمان موعد المباراة يا كابتن هيثم، بيزيد وبيتوافد يعني جميع جماهير النادي الأهلي على المدرجات داخل صالة الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية. إن شاء الله يعني طبعا يكونوا النهاردة متواجدين ويكونوا دافع كبير للاعبتنا لعيبة النادي الأهلي إن هم يفوزوا في مباراة اليوم. وطبعا نبارك لحضرتك يا كابتن هيثم بعد المباراه النهارده واكون معاك على الهواء مباشره ولقاءات اكيد مع اللعيبه ونفرح معاهم النهارده بعد الفوز الثاني على نادي الزمالك في سلسله ذا بيست اوف 5 من السيمي فاينل لبطوله دوري السوبر لكره السله. وكمان يعني خليني ابارك لكل جمهور النادي الاهلي على امبارح طبعا يا كابتن هيثم، وبارك لحضرتك وبارك لي يعني الكباتن اللي مع حضرتك على فوز النادي الاهلي امبارح بدرع الدوري لكره اليد ال 24 في تاريخ النادي الاهلي. ان شاء الله كمان نفرح بالدرع الدوري بالنسبه لفريق كره السله. ويمكن دي كانت يعني كل الاجواء يا كابتن هيثم من داخل صاله الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه. اكيد انا مع حضرتك لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك، تفضل. سلا حامد بشكرك شكرا جزيلا، الحقيقه ما سبتناش اي حاجه ممكن نسال عنها، غطيتي كل ما يمكن ان يعني الجماهير تتساءل حوله. الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين الاستعداد يعني الاستعداد ماشيه بقدم وساق، وزي ما قالت طبعا يعني مريم ال 12 لاعب النادي الاهلي ما فيش تغيير يا كابتن سلاوي، يعني نفس ال 12 ثلاثه اللي هم بتوع القطاع الناشئين اللي كانوا بيلعبوا مع 20 سنه اللي كسبوا امبارح البطوله، مؤمن طارق خيري، محمد طارق خيري، وبيدو عبد الله النصر. يعني مستر جوستي يريحهم تقريبا. خلينا يمكن سلع وضحت ال 12 لاعب للنادي الاهلي النهارده، خلينا اوضح لحضراتكم كمان ال 12 لاعب لنادي الزمالك هم جم لنا من ارض الملعب. هيبقى طبعا احمد محمد انور عزب، عصام محمد فاروق، عمر هشام، اسلام سالم، احمد ياسر، عبد الوهاب، زياد ايمن، وعلي مصطفى حجازي، وفهمي حسن السيد، وخالد عبد الناصر، وحازم اشرف، حازم المشد، ووليد احمد عبد الجواد. ده ال 12 لاعب
اللي هيمثله النادي الزمالك النهارده في غياب طبعا انتوني مايو اللاعب الامريكي المحترف بعد تم طرده طرد مباشر. يعني هو لو كان خد مثلا فاولات او حاجه لكن الطرد المباشر اللائحه بتقول غياب مباريتين. طيب بالنسبه للحكام طبعا النهارده الحكام عليهم عبء كبير زي ما قلنا امبارح في الاستوديو التحليلي لماتش الاهلي ومصر التامين للسيدات عليهم عبء كبير خاصه هذه المباراه عشان اللغط الكثير الذي يعني حصل في المباراه اللي فاتت. حكام المباراه اسلام وحيد حكم اول محمود ابراهيم واحمد غالب والثلاثه الحقيقه حكام يعني جيدين جدا وعلى مستوى عالي من الفنيات نتمنى ليهم التوفيق النهارده ونتمنى ليهم ان هم حكمهم على الامور يكون جيد. وطبعا مراقب المباراه الكابتن احمد الفلكي الحكم الدولي السابق. يعني يمكن كابتن طاهر ما فيش تغيير هو التغيير الوحيد عن مباراه المره اللي فاتت هو غياب محترف الامريكي النادي الاهلي 12 لاعب هم نادي الزمالك هم مع باستثناء اللاعب الامريكي. فشايف النهارده الحظوظ ايه؟ هل مع غياب هذا اللاعب هيكون لنا حظوظ اكبر ولا شايف ان الموضوع ما يفرقش؟ لا يفرق. انا يعني حاجه متوقعه لانك لو حضرتك بصيت للاحصائيات الستاتستيك بتاع الماتش هتلاقيه ان هو جاب اعلى سكور جاب نعم. 15 بونت لغايه لما حصل الطرد اللي ابعده من الملعب نعم. فبالتالي طبعا المنطق يقول ان هي هيفرق كتير هيفرق كتير يعني المباراه النهارده ممكن تبقى اسهل على النادي الاهلي شويه ولا الشعور ده مش مفروض يتنقل للاعبين مش يعني مفروض يعني طبعاً. يعني شايف احنا بنتكلم احنا اللاعبين مش سامعيننا يعني اللعيبه دول دوليين ويعني هي لو مع ناشئين ممكن. تبقى المتاح انما لا الناس محترفه وناس خلاص بهذا الثقل ولعيبه خبرات كبيره نعم. طبعا عارفين هم بيعملوا ايه وعارفين يعني ايه مش هيتهزوا لموقف معين او هياخدوا ثقه زياده عن اللزوم نعم. بحيث ان هم يفرطوا في الماتش. انما المباراه الاولانيه بتاعت يوم الخميس كانت اكبر مؤشر ان هم لازم ياخدوا بالهم او لازم يحتاطوا او لازم يلعبوا باقصى ما عنده. طيب خلينا نعرض لحضراتكم بعض الاحصائيات اللي اعلن عنها اتحاد كره السله من خلال لجنه الاحصاء يعني اللي موجوده في الاتحاد عن بعض الارقام للمباراه اللي فاتت. اللي ما شافش المباراه بالارقام دي هيقدر يتخيل معانا او يقدر ياخد بعض الامور الفنيه من هذه الارقام. خلينا نبتدي باحصائيات الافضل، احصائيات الافضل في كلا الفريقين وهي بتتحسب بالافشنسي او الافضليه. دي احصائيات الافضل كانت موجوده استاذن حضراتكم نعرضها على الشاشه مع الساده المشاهدين. كان الافضل في النادي الاهلي من حيث الارقام والفاعليه كان عمر طارق، وكان الناحيه الثانيه كان حازم المشد. يمكن دي كانت الـ 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 الافضل. شكرا. هي دي الاحصاءات اللي تم نشرها من خلال طبعا مصدر هذه الارقام هي صفحه اتحاد كره السله السورس او المصدر مهم جدا. متهيألي ان اللي جايب المحترف الامريكي بتاع نادي الزمالك هو جايب اعلى سكور بس خلاص هو بره. طالما تم طرده بتبقى يعني بتهيألي بياخدوا الاحصاءات بتتم حذفها بتهيألي. لا هو حازم مشهد جايب 11 بوت الستاتستيك اللي جاي لنا من الاتحاد. تمام. طيب يعني خلينا نستعرض كده يا كابتن سلعاوي الصوره اللي عندنا كده يعني ارقام عمر طارق ايه يا كابتن؟ عمر طارق 17 افشنسي وحازم المشد 10 تمام. السكور او النقاط 11 عمر طارق 15 حازم المشد 3 بونت الاثنين 0-0 الستيل اللي هي السرقه المشروعه 0 عمر طارق 1 حازم المشد الاسيست هي مساعدات هي 1-1 الريباوند 6 عمر طارق 5 حازم المشد. دول افضل لاعبين ارقاما في المباراه اللي فاتت. كابتن طاهر يمكن برضو في الاحصاء بيوضحوا بعض الارقام المهمه منها مثلا اعلى تقدم حصل للفرق يعني النادي الاهلي تقدم قد ايه وامتى اعلى تسجيل متتابع يعني حطينا كام نقطه ورا بعض. برضو الحاجات دي هتدي لحضراتكم انديكيشن كويس قوي. تبادل التقدم بين الفريقين عدد تقدم ده يرجع بتديك قد ايه كان المباراه كلوز جيم عدد مرات التعادل اطول وقت. يعني استاذنك يا كابتن طاهر نتكلم عن الاحصائيات اللي بعد كده ما بين الاهلي والزمالك ولو نعرضها على الشاشه كمان هتبقى اسهل للساده المشاهدين. اتفضل يا كابتن. هو اللي حصل ان الاحصائيات في اعلى تقدم واعلى تسجيل وتبادل التقدم وعدد مرات التعادل نعم واطول وقت تقدم
فيه النتيجة. أعلى تقدم تم للأهلي بفارق 10 بونت 68-58 ده في الشوط الرابع، ده في الكوارتر الرابع. احنا مش مكتوبة بس احنا يعني فاكرين. نعم. الزمالك اعلى تقدم كان 16 بونت وده رقم كبير برضه في الشوط الثالث. في الشوط الثالث كان 46 للزمالك و30 للنادي الاهلي. تمام. اعلى تسجيل متتابع تفوق فيه النادي الاهلي 57-54 وده في الكوارتر اعتقد الرابع. نعم. اما اعلى تقدم للزمالك فكان 41-28 تسع نقاط، واعتقد ان هو كان ده في الكوارتر الثاني يعني. ايوه. تبادل التقدم بين الفريقين 3 مرات. يعني ده يطلع يعني ثلاث مرات بين الفريقين. عدد مرات التعادل حصلت في خلال المباراة مرتين. أطول وقت تقدم في النتيجة كان للنادي الأهلي 6 دقايق و29 ثانية. هو اللي فضل متقدم النادي الأهلي. في حين متقدم. النادي الزمالك فضل مقدم 31 من الكوارتر الأولاني يعني حتى الكوارتر الثالث. كان نادي الزمالك المتقدم. عملنا رومنتادا، عشان كده احنا قلنا ده رومنتادا. رومنتادا اللي هو اللي حصل من النادي الأهلي في الكوارتر الرابع ده كان حاجة محمودة وحاجة قوية يعني. إن أجيب 33 نقطة وهم الزمالك يجيب 8 نقط. نعم. طب كابتن سلعاوي، يمكن في إحصائية مهمة أستاذ حضرتك اللي بعديها عن التسجيل من الكرات المقطوعة، يعني أنت بتعمل ستيل وتروح تحط باسكت. 9 للنادي الأهلي. أيوة. و13 للنادي الزمالك. يبقى كده نادي الزمالك قطع كور أكتر من النادي الأهلي ونجح يسجل من، وده على فكرة يعني متماشي مع سياسة كابتن أحمد مرعي. كابتن أحمد مرعي بيميل للضغط العالي في أول الملعب، البريشر، الستيل، تروح تحط باسكت 1-0 أو 2-1. فهنا نادي الزمالك حط 13 نقطة من الكرة المقطوعة في وقت النادي الأهلي حط 9 نقاط. التسجيل بقى من جوه اللي هو بيسموها الريد اريا، أو التسجيل من داخل المنطقة اللي هي منطقة الزون. النادي الأهلي سجل 15 من 23 محاولة. نعم. من 23 محاولة افشنسي عالية 65%. طب الزمالك 65.2. الزمالك سجل 15 من 29، 51.7. هنا هو نفس عدد الترايات تقريبا، يمكن الزمالك واخد ترايات اكتر تحت الحلقة بس جلة كتير، وده يدل على قوة الدفاع تحت الحلقة. عمر طارق كان عامل مظلة من غير ما اتفرج، واحمد اسماعيل يعني لو ما شفتش المباراة تفهم الارقام دي، ان الاثنين السناتر بتوعنا عملوا مظلة منعت النادي الزمالك من التسجيل في المربع بشكل اكتر. طيب التسجيل من متابعة الكرة، يعني انت دخلت اوفنسيف ريباوند خدت الكرة وحطيت 12 للأهلي 14 زمالك. طيب هنا الزمالك أعلى. أعلى بس تقريبا هي نفس النسبة في الأوفنسيف ريباوند، 14 نقطة و12 نقطة من الأوفنسيف ريباوندز، فهي إذن أرقام ليست بعيدة عن بعض. نخش بعد كده السكور اللي أنت حطيته من الفاست بريك، وده هيديكوا إنديكيشن معين اللي إحنا اتكلمنا عنه إمبارح. الفرق اللي حطت سكور من الفاست بريك، اتفضل يا كابتن. الأهلي حط 2، الزمالك حط 11. هنا يوضح كان سر تفوق النادي الاهلي الزمالك في ايه بقى في الفتره الفاست بريك، زي ما قال كابتن طاهر امبارح وزي ما حضرتك قلت امبارح يا كابتن. الفاست بريك نادي الزمالك نجح انه يروح فاست بريك، عشان كده بتغيب الدفاعات في الفاست بريك، فنجح انه يحط 11 نقطه من الهجوم الخاطف في الوقت اللي النادي الاهلي حط باسكت بس من الهجوم الخاطف. وبالتالي الرقم ده محتاج توقف، اكيد الجهاز الفني اكيد هيحل الموضوع ده. طيب نقاط من دكه البدلاء يعني ايه بقى؟ خلي بالك دي بقى النقطه، الاحتياطي اللي بينزله غيره، الاحتياطي اللي بينزله يغير نتيجه المباراه. قول لي بقى كابتن، 37 الاهلي نقطة الاهلي والزمالك 20 نقطه. هنا بقى هنا سر التفوق يا كابتن، البنش روتيشن، البنش السكواد، البنج ان في عندك ممكن تشكيلات مختلفه تكون يعني زي ماتش البنات امبارح. نعم. انت لاعب في الكوارتر الاولاني والثاني بال11. نعم. بال9. نعم. 9 من 11. طب كابتن طاهر استاذن حضرتك يا كابتن سلعاوي، خلينا نطير لصاله برج العرب عشان ننقل لحضراتكم احداث المباراه، الاهلي والزمالك في دور قبل النهائي جيم 2، النتيجه 1-0 في المباريات، ومعلقنا القدير الكابتن احمد مناه، فالى هناك.